إلى الأمام. على حضوركم ومؤازرتكم لنضالات إخوانكم بالبنك الشعبي، ومن خلالكم نتوجه بتحية خالصة إلى كل القطاعات العمالية المنضوية تحت لواء منظمتنا العديدة ألا وهي الاتحاد المغربي للشغل، والذين تحملوا كما نقدم تحياتنا وشكرنا الجزيل إلى كل القطاعات الذين تحملوا مشاق ومتاعب السفر للتعبير عن تضامنهم النضالي والمبدئي والمعتاد مع هذه المعركة في هذه المعركة التي فرضت علينا رغم كل المحاولات في فتح قنوات الجهد والمسؤول مع مسؤولي الإدارة الجنوبية. إننا في المكتب النقابي لبنك الشعبي جلالة الله نعتبر وقفة فاتحة 2022 بداية لبرنامج نضالي مكثف سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة بتنسيق مع إخواننا في الاتحاد المحلي وتحت إشراف المكتب الوطني الموحد للقلب الشعبي الذي يحضر معنا كاتبه السيد ربيع المزيد. فمن بين الأسباب والدوافع المباشرة التي كانت وراء هذه الوقفة أولاً التضييق على الحق في الممارسة النقابية في حق مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل من خلال التهرب من كل أشكال الحوار المؤسساتي والشفاف في محاولة هذه الأخيرة تقسيم دور الشريك الاجتماعي والذي تضمنه كل قوانين الشغل والمعاهدات الدولية. قد استرسل هذا المسلسل بشكل مفضوح خصوصا بعد النتائج المحصل عليها في انتخابات منابر العمال وحيازتنا على الأغلبية التي تعكس ثقة المستخدمين في نقابتنا الاتحاد المغربي للشغل وفي مناضليه. ثانيا الاحتلالات المرتبطة بتسيير شؤون المستخدمين والتي تتجلى في عدم التجاوب مع طلبات وشكايات الشغيلة سواء كانت ذات طابع مهني أو اجتماعي والتي تواجه من طرف الإدارة بالإهمال واللامبالاة. ثالثا تشميد الجمعية الرياضية والثقافية التابعة لمؤسستنا منذ ما يزيد على 5 سنوات بالرغم من تقديمنا لعدة حلول واقتراحات لتفعيل هذه الجمعية والتي قوبلت أكثر من مرة بالتملص والوعود الكاذبة. ويستمر الإدلاء بكل الخروقات والمشاكل المفتعلة داخل المؤسسة في الندوة المسمع لإنعقادها من طرف الاتحاد المحلي والاتحاد الوطني والمكتب الوطني. حيث
نتحمل كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع المزرية داخل مؤسستنا، إلى رئيس الإدارة الجماعية ومدير الموارد البشرية ومديرة سوق الخواص والمقاولة والمغاربة المقيمين بالخارج. وأخيرا نحيي مجددا تضامنكم النضالي والمبدئي، ونعاهدكم على مواصلة المعركة المشروعة حتى تحقيق مطالبنا العادلة وما تصبو إليه شهيلتنا دفاعا عن الكرامة والحرية النقابية. وتحية للجميع.